أصدقائي، كيف حالكم؟ بخير. اليوم سوف نحضر تبولة، وهي من أشهى وأطيب المأكولات اللبنانية. لتحضيرها نحن بحاجة إلى البقدونس والبندورة والبصل والبرغل الناعم. أما للصلصة نحتاج الحامض وزيت الزيتون والملح. الآن سوف نبدأ بالتحضير. أولاً نفرم البقدونس فرماً ناعماً، ثم البندورة والبصل. نقطع الحامض ونبدأ بعصرها. وأخيراً نمزج المقادير كي نحصل على أطيب تبولة من تحضيره.